في محاولة منها في استعادة نشاطها الثقافي المعهود. شهدت تعز خلال أكثر من أسبوع حراكا ثقافيا كبير، حيث افتتح معرض تعز الثالث للكتاب ديسمبر 2020، والذي يعد فاتحة عشق للحياة الثقافية من جهة وتحدي للمشروع الإمامي من جهة أخرى. معرض تعز الثالث للكتاب وخلال فترة تمتد من 23 ديسمبر واليوم 31 ديسمبر 2020، مكتب الثقافة في تعز أقام هذا الألق الثقافي الجميل في ظل الحرب والحصار على هذه المدينة الفاضلة، مدينة تعز. تضمن معرض الكتاب الثالث ما سمى معرض كتاب الطفل الأول في تعز، والذي يهدف إلى تنمية مهارات الطفل الإبداعية من خلال تخصيص جناح عدة لهذا الغرض، كما احتل مهرجان عروض المسرحية الثانية النوعية الهادف ديسمبر 2020 للأسرة والطفل يومين متتاليين من أيام المعرض في مسرحية الخلاص بجزئها الأول والثاني. من خلال المسرحية قدمنا مجموعة من الرسائل. الرسائل الأولى هي الاهتمام بالثقافة وبالفكر وبالفنون وبالإبداع. الرسالة الثانية هي الاهتمام بالطفولة وبالتربية والتعليم وبتعليم الفتاة وتعليم الطفل. الرسالة الرابعة وهي الاهتمام بالمرأة ومشاركة المرأة واهتمام بالشباب واهتمام بجميع قطاعات الشعب بشكل عام، ودعوة للخلاص من الكبت والحرب والمشاكل والفتن. شارك في المعرض 6 من دور النشر، والتي عرضت آلاف الكتب المتنوعة والغنية بمحتواها المعرفي، وهو ما دفع الكثيرين لزيارة المعرض. وإن حالت الظروف الاقتصادية بين البعض وبين الكتاب، إلا إن ذلك لم يمنعهم من إتمام الزيارة والاستفادة من المعرض بطريقتهم الخاصة. أنا كزائرة لمعرض الكتاب مع المعرض الثالث في تعز، وجدت الكثير من التنوع. شمل المعرض عدة جوانب، منها الهندسة، الطب، كما شغل جانب الطب حيزة من هذا المعرض. ولذلك احنا الزائرين احنا في كل مكان يعني نتطلع، لكن الذي يعجزنا عن شان الكتاب هو ممكن الوضع الاقتصادي المميت، الراتب لا يكفي. وهنا ممكن انا اتصوره على الكتابه اللي اشتريها اصوره بالتليفون، لما يكون معنا فلوس وكذا نروح نشتري نقدر من اي منتج. شمل المعرض فعاليات توقيع اصدار 80 من الكتب وامسيات شعريه وفنيه. يقال بان الكتاب الجيد هو من يحرر عقل قارئه، وبان تحرير العقل يسبق تحرير الارض، الا انهما هنا يعملان بشكل متوازن بظل الحرب والحصار المفروض على المدينة، وكلاهما أيضا غرض ومقصد معرض تعز الثالث للكتاب. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز.